أودع مالنا في بنك إنه البنوك الربوية أجنبي ويقول له لما أخذ رأس ماله أعطاه ربح حيران أتذكر حدا وش يعني البنوك الربوية لا يدعى فيها لا عند ضرورة يقول إنه ما عرف الشيء إذا أودع عندهم ضرورة لا يأخذ الربح يأخذ ثوائب يعني ربا لو ثوائب ربا فلا يحل له يأخذ الربا ولكن يأخذ رأس ماله لكن بعض أهل العلم قالوا إذا أخذ الفائدة التي ما شرطها ولا اتفق معه عليها ولكن قال هذه فائدة لك إذا أخذها وصرفها في جهة بر من وغاء سقيم أو إصلاح طريق أو ما أشبه ذلك من شيء ينفع المسلمين ولا يأكلها ولا يحرقها بماله ويصرفها في وجهه قال بعض أهل العلم هذا لا بأس به لأجل مصلحة المسلمين ولئلا يأخذها النصارى وغيرهم فيصرفونها في معاصي الله هذا قاله بعض أهل العلم إذا أخذه أحداث وصرف ذلك في جهة بر وهو لم يشارطه ولم يرضى بذلك فهذا له وجه اما ان يشتق على الربا او ياخذ الربا لنفسه او لماله او يحطه بماله هذا لا يجوز كان عن جهل يا شيخ ولو عن جهل لا ياخذه وبعدين اخذه لا يحرم فيها ما بياخذ صدق ممكن اعتهى الفقير هذا هو فقراء